هلا بالك يا الهمة، هلا بالك يا الهمة، يا نوفينا هي يا نولا الملك، انا وسيسميا يا ناس طن حمر، ناري ناري طن حمر، تبارك الله عليها والعالي حضيها، تبارك الله عليها. او هذا موضة جديدة للملك، هذا موضة جديدة، هذا موضة جديدة، هلا موضة جديدة، هلا موضة جديدة، هلا موضة جديدة، أنا هلا موضة جديدة، أنا هلا موضة جديدة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس. قصة مؤثرة بزاف لأب من ذوي الاحتياجات الخاصة، جيب بناته للحفل الحناء بمناسبة ليلة القدر مشاهدينا، يحتفل بهم، والأمنية ديالو خويا عبد النور هو أنه يشوفهم فرحانات. والله يخليك فرحان بهم دائما خويا عبد النور. غادي نشاركوا معكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هذه القصة اللي كلها إنسانية وكلها كتبين على واحد المعدن اللي عند المغاربه كاملين، اللي هو الحب والحنان والتضامن مع بعضياتنا. اجيو نشوفوا ونبغيو كلمه طيبه في حق خويا عبد النور للاشاره فقط. فهذه صدفه خير من الف ميعاد. جينا للمحل وكاين شي حويجات زوينين، اللي كاينه مبادره اللي قدمها صاحب هذا المحل للاسره ديال عبد النور، بحكم هذه مبادره ولو ان عبد النور في غنى، ولكن الحمد لله كيبقى الجاست هذه مقبوله ولو كانت فوله. غادي نبقاو مع عبد النور، هذا الانسان الرياضي اولا، وغادي نوصلوا نسمعوا الرساله ديالو مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. واخا خويا عبد النور، ليله 27 مبروك عواشرك عليك وعلى الاسره وعلى كل الله يبارك فيك. تحياتي لك وتحيه لكل المشاهدين الكرام ديال قناه شوف تي في، وشكرا للاخ منير على التغطيه هذه. واكيد هذه ليله القدر ليله مباركه ان شاء الله، كنتمنوا ان جميع الدعوات تكون مقبوله ان شاء الله من الجميع. واليوم بالصدفه صراحه بالصدفه جينا للمقر ديال سكومه، مراد سكومه الصديق ديالنا كذلك، واللي كيقيم دائما في ليله يعني في رمضان هذا الحفل هذا وهذه التخليله للوليدات، وكذلك كيقدم واحد يعني مجانا بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه والاشخاص ذوي القدرات الخاصه والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه كما بغيتوا تسميهم، يعني كيقدم لهم هذا الامر هذا مجانا. واكيد انه هذ الاشخاص هذوك يحتاجوا واحد الرعايه واحد الاهتمام، يعني صعيب باش انك تمشي لاي محل وانك تلقى واحد الاهتمام من هاد خصهم رعايه خاصه، ورغم واكيد فتبارك الله. لا الحمد لله، يعني دابا الام ديالهم وسميتو ودابا مراد وقام بالواجب والحمد لله. يعني هذا يعني كنحييو الاخ مراد سكومه على هذه المبادره الطيبه، وكنتمناو له يعني المزيد من التوفيق ومزيد من يعني من الخير ان شاء الله في هذا العمل هذا، ويكون عمل ان شاء الله مبارك. واكيد ان الاشخاص دائما في وضعيه اعاقه كما قلت لكم مرحب بهم في هذا المكان هذا. مرحبا. يعني كنعرفوا انه كاين بعض العائلات وبعض الاسر، يعني كاين عدد كبير ديال الاسر اللي عندهم اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه، لا التوحدي ولا الذهني ولا الجسدي، عدد من الاعاقه. اكيد. لكن هنا سؤال، انت اليوم عبد النور قدر انه يخرج من ديك القوقعه ويحارب ديك النظره الدونيه ويخرج ويجيب وليداته ويفرح بهم كباقي الاسر عادي. اكيد الناس اللي عندهم هذه العقده ديال النقص. اكيد هذه هي الرساله اللي نبغي نوصل من خلال هذا اللقاء هذا، وهو ان الابناء ديالكم في هذه الليله المباركه هو ابناء ديالكم، كيف ما كانت عندهم الاعاقه فخصكم تفتخروا بهم وتفتخروا بهم قدام بالناس، ما تحسوش بهم بالنقص، بالعكس جيبهم حتى يحتفلوا بحالهم بحال باقي الاخوان، كما الاخ ديالهم مثلا سليم فراه كذلك حتى هما
غادي يفرحوا وهو فرحان معاهم وجميع الوليدات هنايا فرحانين معاهم. وهذا يعني كما كنقول لي اسمح لي قاطعتك اللي ما عارفينش المغاربه ومشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي ان السي عبد النور حتى هو من ذوي الاحتياجات الخاصه هو للاشاره فقط، فهو بطل دولي في الباراتيكواندو ومثل المغرب في عدد من الاحتفالات والمحافل الدوليه ورفع رايه الوطن عاليا. وكنوجه له كل تحيه وكنفتخر بك خويا عبد النور وبالاسره ديالك. اكيد يعني كما نزيد نضيف للسي منير وهو انني حاصل على الاجازه في الدراسات الفرنسيه ودبلوم تقني متخصص في الصيانه المعلوماتيه واطار بالدوله في الملحق الاداريه التابع لعمالات مكنات في مصلحه جوازات السفر ورئيس جمعيه التحدي والاصرار ويعني وقائد فريق يعني الحمد لله يعني كنديروا داكشي اللي علينا والكمال على الله. تبارك الله. الله يحفظك وشكرا. الشفاء لا الشفاء ان شاء الله وإلا كان نقسم عليهم هذا الشيء يكونوا ان شاء الله مرتاحين في الحياه ديالهم. عندهم غوطه بسيكوموتور يعني اعاقه حركيه شامله مرتبطه بالدماغ ديالهم وبالحركه ديالهم والحمد لله على كل شيء. شكرا لك. الله يكبر. الله يكبر. الناس اللي فرحوا كذلك وفرحوا بالديالهم. شكرا لك اخي مراد على هذه البادره الطيبه. اكيد هذه البادره هذه من الصعب ان اي شخص كيدير هذا التخليله انه يعطي الاهتمام لهذه الفئه هذه ويعطيهم وقتهم الكافي. ف وكنحييوك على هذه البادره هذه لان هذه البادره هذه سي مراد سكوما ماشي فقط مراد سكوما، كاين مجموعه من الناس كيديروها في الطاكسيات كيديروها في الجمعيات الرياضيه كذلك. حنا عندنا في النادي مثلا بالنسبه لدوحه الخاصه مرحبا بهم مجانا. اذا اي واحد عنده في المجال ديالو كيدير واحد البادره مجانا لهذه الفئه فهو سيجازى عنها اكيد من الله عز وجل. شكرا لك. شكرا لك. عبد النور غنمشيو عند سي مراد وحنا بدورنا غنقول له شكرا على هذه البادره الطيبه. فالربح راه على طول العام ولكن كيبقى الجانب الانساني هو الاساس. خويا مراد كيفاش خديتوا هذا القرار هذا ومشيتوا في هذا الاتجاه؟ بصفه ديال شركتكم الحفلات ضمن هذا الحفل ديال الحناء الاطفال فرحه بالمناسبه واحد التراث الثقافي مغربي جميل. وهذه المناسبه خلينا ديال ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي الاحتياجات الخاصه يعني بالمجان يعني هي التفاته لهذا الاشخاص هادو. وكما النموذج عبد النور انا كان الصراحه الله كنحسدو على الشخصيه الكبيره اللي عنده اللي اكثر من الشخص العادي عنده واحد الشخصيه واحد الجراه واحد التكوين الثقافي ما شاء الله عنده اربعه اللغات يعني كنفتخروا به يعني نموذج مغربي يعني اللي وصل اللي ما وصلوش اشخاص عاديين. والاعاقه راه ماشي هي اعاقه النيه الجسديه اعاقه العقل والانسان كيوصل وحنا كنشوفوا الوليدات فرحانين حتى حنا كنفرحوا وحتى حنا وليداتنا وليدات الاصدقاء ديالنا وكنتمنوا الفرحه تاع الجميع ويسركم مبروكه. شكرا لك سي مراد وشكرا لك على هذه البادره الطيبه. مشاهدينا اجي نعيشوا مع وليدات عبد النور نشوفوهم فوق العماريه ياك اخويا. ما يشوش العماريه صعيبه عليهم اخويا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وهذه هي الاجواء هنا هنا كما كتابعوا معنا وعلى المباشر. نعم غادي نخرجوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي سمحوا لنا غادي نمشيو عند العساوة اللي كي ياتوا هذا الفضاء هذا على انغام الدقه العساويه. اجي نشوفوا هذه الاجواء الجميله معاهم ونعيشوا معاهم قبل ما نختموا هذا البث المباشر. هنا هي اولى المعروف يا بلد الشام هيا بدك تزرق انا ولد الشام هلا موضة جديدة للعروة أو هلا موضة جديدة أو هلا موضة جديدة أو هلا موضة جديدة تبارك الله عليها يا تبارك الله عليها تبارك الله عليها تبارك الله عليها والعالي حطيها
بوكوسا يا والله هنا زهرة يا زهرة زهرة ايه وهي دي تدور على العروة وتدور مشاهدينا ومتابعي قناه شفت به هذه كانت كما تابعتوا معنا احتفاليه لمازال يعني اسر مكناسيه محتفله هنا بهذا المحل فكانت كما تابعتوا معنا الكلمه الجميله وكما كتشوفوا الان يعني مازال هنا عبد النور الانسان كما تابعنا القصه ديال هذا الاب قصه مؤثره مشاهدينا ومتابعي قناه شفت به فالله يخلي لكل واحد الوليدات ديالو ويخلي ليه الاسره ديالو وكما كنتمناو ان الرساله ديال عبد النور انها تكون وصلت وتكون انه خدينا منها عبره فعبد النور بالرغم من كل شيء فهو انسان كنقولوها وكنعاود نقول انسان نشيط ومجتهد وكيخدم ونشيط على جميع المستويات لا الجمعوي ولا العملي ولا على جميع ولا الاسري كذلك فكنتمنى انه ناخذه كمثال وكنموذج فالاعاقه ماشي او ان الانسان يكون عنده اعاقه جسديه او غيرها فماشي كتعنيش انه نهايه العالم لكن الاعاقه الحقيقيه هي اعاقه العقل. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس هذه اجواء ليله 27 هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس الى اللقاء.